رموز. نحط الرموز في عصبة بصل الحوالي، بعد كده عصبة الحوالي التاني، هجيب فرشة الحوالي. حوالي بعيد عليها بسيط خالص، مش هتاخد وقت مني زي ما انا رسمتها. انا ظهرت معايا ولا لا؟ لو اي مده فات عليها بتعمليها بس في الاخر خلاص هتظبط معاكي. بس اظن في زي دي بس انستازيا برضه غاليه. بصي ال في انستازيا، دلوقتي عامله 450. ده كويس وحلو و250. دي ميك اب اوفر 22 برضه بتاع فور ايفر 52 برضه حلو. بس حضرتك انا بس كده اهو، مفيش اي حاجه ايه طالعه فوق ايه في ايديا اهو، تمام. يعني انا مثبته خلاص الوش ايه كويس. الله شغال مش حضرتك تمام. حضرتك حطيتي الجل الحاجب الاسود عشان بشرتها سمرة ولا عشان شويه تمام. في درجات فاتحه شويه تلاقيها يعني
هتلاقيه مخلصة كده درجة فاتحة دي ماما فيها معظم الشغل بس الفاتحة يعني احنا لو هي ناقصة شوية بستخدم لها أي حاجة من دي على المزاج شوية تمام بس يعني هي دي تقريبا دي أفتح برضه من دي بس أنا حاسة إن في الهاي ده اللي عشان كلمة أكتر عن يعني دي كلمة أكتر عن التانية لا مش كلمة التانية عن ده؟ لا هو دي براند دي براند تمام بس أنا حبيت دي يعني أنا حبيت الأوفرا اللي في العلبة السوداء وفي العلبة السوداء برضو دي أحسن من اللي في العلبة البيضاء العلبة البيضاء بحس لها نشفة شوية جديدة ما بحسهاش بتبقى يعني دي ما بقتش موجودة؟ لا موجودة ادخلي السوداء لما تطلبي من حد اطلبي منها السوداء أو العلبة البيضاء برضو حلوة لأن هتلاقي نفس الموضوع يلا ركزي بقى أهو دي هبتدي أحط إيه؟ ملايكة تحت الحاجب بس كان مزيان ما
برضو وانا مش حاسه برضو بفراغ تحت العين، قصدي يعني تحت الرموش. خليني اعمل ايه؟ امي بتقول لك تسلم ايدك يا قلبي، والنبي البت اللي مزعلاكي دي قولي لي بس مين وانا انفخ لك. البنت ايه اللي مزعلاكي؟ قولي لي مين وانا انفخ لك. انا مش ¿Qué es eso?
هو ال 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 اصلا الفلو خلاص يعتبر هوا عليه هوا مش ناشف تمام. هو اول ما يتهوى خلاص تبتدي تحطيه. انا همسك الرنج من النص تمام وابتدي ايه دنيا بتقول لك وحشتيني قوي اجي اخد كورس تاني والنبي. هي بتقول لك الرموز كبيره ولا هي ممكن تبقى باينه كده بس هي في الحقيقه حلوه. مش كبيره والله ده احنا في اكبر من شويه. انا حاطين اتنين كبار بس حسينا بايه كتير وكانت واصله للحاجب. اهم حاجه ان الرمش ما يكونش طالع للحاجب واصل للحاجب. دي عايزه اقول لكم تعتبر الرموش دي ناتشورال. دي بالنسبه لي ناتشورال مش هحط اكتر من كده ناتشورال يعني مش هتبان بقى. انا بالنسبه لي لما بيبقى لك مثلا سموكي الرموش الكبيره ما بتبقاش مشكله. انا مش بحب بلد ورا عشان نحط بلاش. انا هعمل سكين دي بس طبعا مش لازم نجيب بلد يعني ممكن نجيب بلد فيها ثلاثة بلد. اللون ده مثلا واللون ده مثلا حاجه برونزي او لون يكون اورنج مثلا كوفي. ممكن خليني احط لكم الكوفي. كريستينا بتقول لك هبه يا قلبي عايزه اقول لك انك وحشتيني بجد وشغلك بجد يجنن وخلتي الناس كتير تحبك. ميرسي يا قلبي ميرسي. كريستينا بشر ما بين الهايلايتر وبين الايه الكونتور الهايلايتر والكونتور تمام. انا مش هحط مهام يعني عشان هي وشها مدور مش عايزه ابين لها خطوط اكتر تمام. هي اوريدي خلاص عندها خطوط تمام. بحط كده نفس ما بين الاثنين الخوفي وال والقوم ان شاء الله. عايزه اقول لك فظيع ما شاء الله تحفه. انتي تلاقي اعملي خطوبة او جواز جواز على طول. الاولى بقى من الكم ومن الكم والمناخير كده وكده. ما ينفعش بقى تبقى المنطقه كلها تبقى حمراء والمناخير حمراء والخدود الحمراء والكلام ده. يعني جت مامت العروس قالت لك معلش حمراء يفوتها شويه تقليل عادي تقليل من الجنين برضه. ما تسمعيش كلامها وتحطي الاحمر اللي هي تمام بالظبط. ده كان زمان ده بيحطوا كتير جدا مش القمح يعني اللي هو بيحس ان يكون. لا انا ممكن اقلبه برونزي شويه يعني ممكن اخلي الخط يبقى فيه ضيق برونزي شويه لكن ما اخليهوش احمر او ما اخليهوش فوشيا. لا ما نسمعش كلام مامت العروس احنا مالناش دعوه. هي احط مثلا روش كده اشوف ال اعمل ميكس كده ما بين اتنين وهبتدي ايه؟ هطلع فوق الشفايف شوية. الدنيا سهلة معاكم ولا حسيتوا انها صعبة؟ والله؟ والله. اتمنى بقى ايه؟ اتمنى بقى ايه؟ هتشوف هنعمل فيها ايه؟
Sí,
نزلت مني تمام تجي فاونديشن كونسيلر زي كده تمام ايه وابتدي ايه اخد زي ايه كنت بظبط الحاجه كده بس مش خط بقى واضح لا انا باخد يا دوبك ايه لف وشك كده مفيش حاجة غير المسطرة بتاعت بحط المش قصدي بحط المسطرة من تحت عشان ايه تبقى المش عندي كثيفة من تحت يعني ما شاء الله المش هيبقى كثيفة من تحت فهتظهر اكتر الكوبا الحلوة أوي بقى وحشيني بجد اديني وشك تمام تكمل تاني اوكي استنى بقى بكره في لوك جديد